بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة البقرة. الدرس 92. ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما ذكر الله سبحانه وتعالى في الآية التي قبل هذه الآية لنبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لمن المرسلين، الله شهد له بالرسالة، ثم قال سبحانه تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وتلك اسم إشارة للبعيد، والمراد به هنا بعد المكانة وعلو المكانة، أشار إليهم بإشارة البعد لعلو مكانتهم. فالرسل هم أفضل الخلق، والرسالة اصطفاء من الله جل وعلا واختيار من الله، كما قال تعالى الله يجتبي من الملائكة رسلا ومن الناس. فليست الرسالة تحصل بالكسب كما يظنه الفلاسفة، أن الإنسان إذا توفرت فيه صفات معينة عندهم أنه يكون نبيا، فهذا من الكذب على الله جل وعلا. الرسالة اختيار من الله ولا تدرك بالكسب والتطلع إليها، كما قال جل وعلا الله أعلم حيث يجعل رسالته، فهو يختار للرسالة من يصلح لها، وهو أعلم بمن يصلح لها، فهي منحة من الله جل وعلا، يختار لها من يعلم سبحانه أنه يقوم بها من عباده. وإرسال الرسل نعمة من الله عز وجل على البشرية، لأن الرسل يهدونهم إلى الطريق الصحيح، ولو تركت البشرية بدون رسل لظلت. الله جل وعلا من رحمته وحكمته أنه يرسل الرسل إلى البشرية لهدايتها إلى الصراط المستقيم وإقامة الحجة على الخلق، أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، قد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. فلا يحتج أحد يوم القيامة على الله بأنه ما جاءه رسول يبين له، كما قال سبحانه وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والرسل عليهم الصلاة والسلام بلغوا البلاغ المبين ولم يتركوا لأحد حجة. والرسل جمع رسول، وهو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، هذا هو الرسول، من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. وأما النبي فهو أخص من الرسول، الرسول أعم، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. النبي يبعثه الله بشريعة رسول قبله، لا يوحى إليه بشريعة مستقلة، بل إن الله يبعث الأنبياء بشرائع الرسل الذين سبقوهم يخلفونهم، كأنبياء بني إسرائيل فإنهم بعثوا بالتوراة التي أنزلها الله على موسى عليه الصلاة والسلام، فهم أنبياء وليسوا رسلا، إلا عيسى عليه السلام فإنه رسول لأن الله أنزل عليه الإنجيل. والإيمان بالرسل هو أحد أركان الإيمان الستة، كما قال صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. ذكر من أركان الإيمان الإيمان بالرسل، فمن لم يؤمن بالرسل
فإنه كافر، ومن آمن ببعضهم وكفر ببعضهم فهو كافر بالجميع. فلا بد من الإيمان بجميع الرسل الذين أرسلهم الله، من عرفنا اسمه ومن لم نعرفه، كما قال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فنحن نؤمن بجميع الرسل، من سماهم الله لنا نؤمن به باسمه، ومن لم يسمه نؤمن بجملتهم، نؤمن بجملتهم. أما من آمن ببعضهم وكفر ببعضهم كاليهود الذين كفروا بعيسى وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم ليسوا مؤمنين بل هم كفار، وكذلك النصارى الذين آمنوا بالرسل إلا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضلهم وخيرهم فهم كفار. من جحد رسالة واحد منهم إنه كافر بالله عز وجل وكافر بجميع الرسل، حتى الذين يزعم أنه يؤمن بهم، أي أنه إذا كفر بواحد منهم أو كافر بالجميع. والرسل عليهم الصلاة والسلام سلسلة متصلة من نوح عليه الصلاة والسلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. نوح هو أول الرسل وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، فليس بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبي، هو خاتم النبيين، كما قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال عليه الصلاة والسلام: إنه سيكون من بعد كذابون 30، كل منهم يدعي أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. فلا يأتي بعد محمد صلى الله عليه وسلم رسول إلى أن تقوم الساعة. فمن ادعى أنه نبي فإنه يكون كافرا، ومن صدقه فهو كافر. فلا بد من الإيمان بختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. فمن ادعى النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم فهو كذاب وكافر، ومن صدقه فهو كافر. وهذا بإجماع المسلمين، وهذه عقيدة، هذا من أصول العقيدة، الإيمان بختم الرسالة بمحمد صلى الله عليه وسلم. وأما عيسى عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان كما تواترت به الأدلة فإنه لا ينزل بشريعة، وإنما يأتي تابعا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يعمل بشريعة الإسلام، فهو تابع لمحمد صلى الله عليه وسلم، يدعو إلى الإسلام وإلى ملة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يأتي بشريعة، فهو مجدد من المجددين صلى الله عليه وسلم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، الرسل بعضهم أفضل من بعض، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فضلنا بعضهم على بعض، فالتفضيل من الله. وأما نحن فلا نفضل أحدا على أحد من الرسل، وإنما الذي يفضل هو الله جل وعلا، فضلنا بعضهم على بعض، الرسل بعضهم أفضل من بعض. وأفضل الرسل أولو العزم الخمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وهم المذكورون في قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحي، المذكورون في قوله سبحانه وتعالى: ولقد أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. هؤلاء خمسة: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. هؤلاء هم أولو العزم وهم أفضل الرسل. وأفضل أولو العزم اثنان: محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم، فهم أفضل أولي العزم، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. فنحن نفضل من فضله الله، لا نفضل بالهوى أو بالادعاء، وإنما نفضل من فضله الله، فضلنا بعضهم على بعض. والتفضيل بين الرسل إذا كان بموجب ما جاء به الكتاب والسنة فإنه حق،
وأما التفضيل بالهوى، تفضيل بالهوى أو نفضل بعضهم على بعض من جهة الفخر والافتخار، لا، هذا لا يجوز. لا نفضل من عند أنفسنا، ولا نقصد بالتفضيل الفخر وتنقص المفضول، هذا لا يجوز. وقد جاء النهي منه صلى الله عليه وسلم بقوله لا تفاضلوا بين الأنبياء، قال عليه الصلاة والسلام لا تفضلوني على يونس ابن متى. جاء النهي عن التفضيل بين الأنبياء، وجاء في هذه الآية أن الله فضل بعض الرسل على بعض، فما الجمع بين هذا وهذا؟ الجمع أنه إذا كان التفضيل من باب الاعتراف بنعمة الله عز وجل، وليس هو من باب الفخر، ولا في وليس فيه تنقص للمفضول، فلا بأس به. أما إذا كان التفضيل بالهوى أو فيه تنقص للمفضول، هذا حرام ولا يجوز. من تنقص نبيا من الأنبياء فهو كافر، لا يجوز تنقص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فضلنا بعضهم على بعض، ثم ذكر سبحانه وتعالى تفصيل ذلك، فقال منهم من كلم الله، منهم من كلم الله، وهذا حصل لموسى عليه الصلاة والسلام، فإن الله كلمه بدون واسطة وسمع موسى كلامه، ولذلك سمي كليم الله، امتاز على الأنبياء بأنه كليم الله. أما غيره من الأنبياء فإن الله يرسل إليهم رسولا من الملائكة بواسطة، يوحي إليهم بواسطة، بواسطة الملك. وأما موسى عليه السلام فإن الله كلمه بدون واسطة، امتاز بذلك. كلم الله آدم عليه السلام، آدم نبي مكلم كما في الحديث، وكلم الله نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، ولكن تكليم العام هو لموسى عليه السلام، ولذلك سمي كليم الله. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، كلمه وسمع موسى كلام الله، وسمع كلامه عند الشجرة لما رجع من مدين إلى مصر، ورأى النار التي في الطريق في الليل، وذهب إليها ليسأل عن الطريق وليأتي بقبس لأهله يصطلون، وإذا هو الله جل وعلا: يا موسى إنه أنا الله رب العالمين، وأنا ألقي عصاك، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. كلمه الله جل وعلا، لذلك سمي كليم الله، وهذا شرف وفخر، شرف وفخر له عليه الصلاة والسلام. ورفع بعضهم درجات، هذه ميزة أخرى، أن الله رفع بعض الرسل درجات، وهو محمد صلى الله عليه وسلم قد رفعه فوق الخلق درجات، فهو أفضل الخلق على الإطلاق عليه الصلاة والسلام. ومما يدل على ذلك أن الله أرسله إلى الناس كافة، أرسله إلى الناس كافة، الجن والإنس. وأما الرسل قبله فكل رسول يبعث إلى قومه خاصة، وأما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإن رسالته عامة. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فهذا يدل على فضله صلى الله عليه وسلم، عموم رسالته وبقى رسالته إلى أن تقوم الساعة، بقى شريعته إلى أن تقوم الساعة، لا تنسخ ولا تبدل ولا تغير، رفعه الله درجات. وفي يوم القيامة يظهر شرفه صلى الله عليه وسلم على الخلائق، حينما يطول الوقوف في المحشر يتقدم الخلق يطلبون الشفاعة إلى الله جل وعلا ليفصل بينهم ويريحهم من الموقف، يأتون إلى آدم فيعتذر، ويأتون إلى نوح فيعتذر، يأتون إلى موسى يعتذر، يأتون إلى محمد ويأتون إلى عيسى يعتذر عليهم الصلاة والسلام، ثم يأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، أنا لها، فيأتي ويخر ساجدا بين يدي ربه عز وجل، فلا يزال ساجدا حتى يقال له: يا محمد ارفع رأسك
وقل يسمع واشفع تشفع، فيشفع للخلائق في أن الله يفصل بينهم ويريحهم من الموقف. وهذا كما في قوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. مقاما محمودا هو الشفاعة العظمى لجميع الخلق، محمودا يحمده عليه الأولون والآخرون. فهذا مما رفعه الله به درجات على سائر الخلق. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. لا يفتخر بهذا صلى الله عليه وسلم، وإنما يذكر هذا من باب التحدث بنعمة الله عز وجل. ورفع بعضهم درجات. وآتينا عيسى ابن مريم البينات، عيسى ابن مريم نسب إلى أمه لأنه ليس له أب، وإنما خلقه الله جل وعلا بأمره بدون أب، خلقه من أم بلا أب. الله قادر على شيء، على كل شيء. الله خلق آدم بدون أم ولا أب. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. كذلك قال لعيسى كن، قال لعيسى كن، فكان بإذن الله بدون أب. آتينا عيسى بن مريم البينات، هذا من فضائله أن الله آتاه البينات. ما هي البينات؟ هي المذكورة والله أعلم في قوله تعالى: إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس، وهو جبريل عليه السلام. وهنا يقول: وأيدناه بروح القدس، وروح القدس هو جبريل، كما قال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك. فروح القدس هو جبريل عليه السلام، أيد الله به عيسى: أيدتك بروح القدس. تكلم الناس في المهد، هذا من فضائله ومعجزاته عليه الصلاة والسلام أنه كلم الناس في المهد، فأشارت إليه قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. تكلم الناس في المهد وكهلة، في حال أنه في المهد، ويكلمهم إذا بلغ الكهولة وهي مرحلة من العمر، يعني يكلمهم في المهد كما يكلمهم وهو كبير. وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، كل هذه من فضائل عيسى عليه السلام. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، يخلق صورة من الطين ثم ينفخ فيها على صورة الطير ثم تكون طير بإذن الله عز وجل، هذا معجزة من معجزاته. وتبرئ الأكمه وهو الذي ولد بدون بصر، الأكمه ما يمكن علاجه، موسى عيسى عليه السلام إذا مسح عليه أبصر، هذا من معجزاته. تبرئ الأكمه والأبرص، الأبرص البرص وهو داء مرض في الجلد ليس له علاج عند الأطباء، عيسى عليه السلام إذا مسح على الأبرص شفاه الله وزال عنه البرص، هذه معجزة من معجزاته. تبرئ الأكمه والأبرص بإذني. وإذ تخرج الموتى بإذني، هذه من معجزات صلى الله عليه وسلم أنه إذا كلم الميت تكلم الميت، جاء أجابه الميت، إذا كلم الميت في قبره الميت يكلمه ويرد عليه، هذا من معجزات عيسى عليه الصلاة والسلام. وآتينا عيسى بن مريم البينات، هذه بينات دالة على صدقه. وأيدناه بروح القدس وهو جبريل عليه السلام. وما اختلف الذين من بعدهم إلا من بعد ما جاءتهم البينات. ورفع بعضهم درجات. وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، لو شاء الله ما حصل قتال في بني آدم
ما حصل قتال في بني آدم وسفك دماء، ولكن الله شاء ذلك كونا وقدرا، وما شاءه فلا بد أن يقع وله سبب. هذا القتال وسفك الدماء له سبب، سبب من قبل الخلق، هم الذين قاموا بالسبب فعاقبهم الله جل وعلا وسلط بعضهم على بعض. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، أي جاءتهم الرسالات والكتب، فكان الواجب عليهم أن يتبعوا الرسول وأن يتبعوا الكتاب، وحينئذ لا يحصل بينهم نزاع ولا قتال، ولكن اختلفوا. هذا هو السبب، السبب الذي أوجد القتال بينهم هو اختلافهم، فالاختلاف شر وعذاب، ولهذا حذر الله جل وعلا، حذرنا من الاختلاف، حذرنا من الاختلاف، وأمرنا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، اتباع الكتاب والسنة، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. الله حذرنا من الاختلاف، وإذا اختلفنا الاختلاف من طبيعة البشر، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، من طبيعة البشر، ولكن الخلاف يحسم، يحسم بالرجوع إلى كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأطيعوا الله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالاختلاف يحصل، ولكن الواجب أننا نرد الاختلاف إلى ما أنزل الله عز وجل، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، نرد خلافنا ونزاعنا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبذلك يزول الاختلاف. ولكن اختلفوا، هذا هو السبب، فمنهم من آمن بالرسل ومنهم من كفر، منهم من كفر بالرسل، هذا هو الاختلاف، صاروا بعضهم مؤمنين وبعضهم كفار، مع أن الواجب أن يكونوا كلهم مؤمنين، وهذا الذي سبب القتال بينهم. وقد أمر الله بقتال الكفار، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. القتال منه ما هو مشروع وهو الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، ومنه ما هو ممنوع وهو القتال من أجل طمع الدنيا أو من أجل الرئاسة أو من أجل الهوى، هذا ممنوع. أما القتال لإعلاء كلمة الله فهذا مشروع، منهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولو شاء الله ما اقتتلوا، فهذا بمشيئة الله، ولا يقع في ملك الله شيء إلا بمشيئة وقضاء شيء، ولا يحصل اختلاف ولا يحصل قتال ولا يحصل خير ولا شر إلا وهو مقدر من الله جل وعلا. والإيمان بالقدر هو أحد أركان الإيمان الستة، نؤمن بالقدر خيره وشره، ولكن لا نحتج بالقدر على المعاصي والمخالفات، وإنما نحتج به على المصائب التي ليس لنا فيها حيلة، نحتج بالقضاء والقدر ونقول قدر الله وما شاء فعل. أما أفعالنا فلا نحتج بالقضاء والقدر، بل علينا التوبة إلى الله عز وجل، وعلينا الرجوع إلى الله، ولا نحتج نقول إذا عصى الإنسان يقول هذا قضاء وقدر، هذا لا يجوز، بل إذا عصى يتوب إلى الله ويرجع إلى الله عز وجل، والله يتوب على من تاب. ولكن الله يفعل ما يريد، ولكن الله يفعل ما يريد، إذا أراد الله شيئا فلا بد أن يقع، وهذا بالإرادة الكونية، لأن الإرادة على قسمين، إرادة كونية مثل ما في هذه الآية، وهذه لا بد من وقوعها، إذا أراد الله شيئا قضاء وقدرا فلا بد أن يقع،
والنوع الثاني إرادة شرعية دينية، مثل قوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم، والله يريد أن يتوب عليكم، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. هذه إرادة شرعية قد تقع وقد لا تقع، لأنها ترجع إلى أفعال العباد، ترجع إلى أفعال العباد. فإن تابوا وآمنوا وقعت الإرادة الشرعية التي أرادها الله لهم، وإن أصروا على عنادهم وظلمهم وطغيانهم فإنهم هم الذين اختاروا لأنفسهم هذا المصير السيء، والله لم يجبرهم على المعاصي كما يقوله الجبرية، وإنما هم الذين اختاروا هذا الشيء بفعلهم ومشيئتهم وإرادتهم. فهم لهم مشيئة ولهم إرادة، يستطيعون أن يفعلوا ويستطيعون أن يتركوا، يستطيعون أن يسلموا، يستطيعون أن يكفروا، هذا بإرادتهم، بإرادة الخلق، وهو مراد لله من جهة القضاء والقدر، قدره الله عليهم عقوبة لهم لما خالفوا أمره وكرهوا ما أنزل الله، الله قدر عليهم هذه العقوبة بسبب ذنوبهم. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. ثم قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا. هذا نداء من الله جل وعلا لعباده المؤمنين، وخص المؤمنين لأنهم يمتثلون أمر الله، خصهم بذلك، وهذا فيه تشريف لأهل الإيمان أن الله ناداهم: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا. والإنفاق في اللغة هو الإخراج، هو الإخراج، تقول نفق الشيء إذا خرج، نفقت الدابة إذا ماتت خرجت روحها، فالإنفاق هو الإخراج لغة، والمراد به هنا إخراج المال، إخراج المال في طاعة الله عز وجل، أن تتصدق، أن تخرج الزكاة الواجبة، أن تتبرع للمحتاجين، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. فأنت إذا أنفقت شيئا لوجه الله تجده عند الله عز وجل، بل تجده أكثر مما بذلت، يضاعفه الله أضعافا كثيرة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فقوله تعالى أنفقوا، لم يقل أنفقوا في كذا أو كذا، لم يعين الوجه الذي ينفق فيه، ليعم كل وجوه الخير. أنفقوا بإخراج الزكاة، أنفقوا على أنفسكم وعلى أولادكم وأقاربكم، أنفقوا بالصدقات والتبرعات والأوقاف والوصايا في وجوه الخير. ووجوه الخير كثيرة، وجوه الخير التي ينفق فيها كثيرة، ولذلك عمم سبحانه فقال أنفقوا، ولم يخصص نوعا من الإنفاق، أنفقوا مما رزقناكم. شوف، مما رزقناكم من تبعيضية، يطلب منا أن ننفق بعض ما عندنا، أو بأنك تنفق جميع مالك تبقى محتاجا وفقيرا، لا، بل أنفق من بعض ما عندك وتبقي لنفسك ولأولادك ولما يكفيكم. فالله لم يأمرنا بأن ننفق جميع أموالنا، وإنما أمرنا أن ننفق منها، من بعضها. أنفقوا مما رزقناكم، من الذي رزقناكم. ثم قوله مما رزقناكم، هو يسألك شيئا هو رزقك إياه، هذا من العجائب، أن الله يعطيك ويطلب منك، ما هو شيء من عندك، وإنما هو رزق الله سبحانه وتعالى. مما رزقناكم، فأنت تشكر الله على ما رزقك بأن تتصدق وأن تنفق، هذا من شكر النعمة، فهو يرزقك وهو يطلب منك فضلا منه سبحانه وتعالى، ولا يطلب منك لحاجته هو جل وعلا، لأنه غني عن العالمين، وإنما يطلب منك لحاجتك أنت،
أنت الذي بحاجة إلى أن تنفق، أنت تنفق لنفسك، فكيف تبخل على نفسك؟ والله جل وعلا يقول ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. فالله لم يأمرك بالإنفاق لأنه محتاج إليك، وإنما أمرك بالإنفاق لأنك أنت المحتاج إلى الإنفاق، لأن ما تنفقه تجده عند الله عز وجل يدخره لك. أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم، أو يوم القيامة، يوم القيامة ما دمت على قيد الحياة ومتمكنا من الإنفاق فأنفق، ولا تؤجل إلى أن يأتيك الموت ثم لا تستطيع وتحرم من النفقة. سئل صلى الله عليه وسلم أي النفقة أفضل؟ قال أي الصدقة أفضل؟ قال أن تتصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تؤخر حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وكان لفلان كذا، لا تؤخر. الله جل وعلا يقول وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وهنا يقول وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم، وهو يوم القيامة، لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. يوم القيامة تنقطع الأسباب، لا بيع فيه، ما تجد أحد يبيع عليك ولا بشري وتصدقوا، ما في بيع، ما في دكاكين ومحلات وبضائع، ما في شيء، لا بيع فيه، ما حد يبيع عليك الشيء الذي أنت تريد أن تنفقه، ولا خلة، ما تجد من الأصحاب من يساعدك، الخليل هو الصاحب، ما تجد من الأخلة من يساعدك، كل مشغول بنفسك، أصحابك وأصدقائك بل وقرابتك يفرون منك يوم القيامة، ما أحد يساعدك أبدا. بخلاف الدنيا الإنسان يستنجد بأصدقائه، يستنجد بأقاربه، يستنجد بإخوانه يعينونه، يوم القيامة ما فيها أحد يساعدك أبدا، ولا خلة ولا شفاعة. الشفاعة هي التوسط، هي الشفاعة هي التوسط للإنسان عند السلاطين أو الأغنياء أو من عندهم حوائج الناس، يتوسط لك واحد في قضاء حاجتك، توسط لك عند الغني يعطيك شيء من المال، ما في يوم القيامة، ما في شيء، ما في شفاعة، ما في شفاعة ولا خلة ولا شفاعة. إذن تقطعت الأسباب، لا بيع ولا خلة ولا شفاعة، إذن ما تقطعت الأسباب، وأنت ما معك شيء الآن، ماذا تفعل؟ وكنت في الدنيا متمكنا، الدنيا متمكن أنك تشتري، أنك تقترض من صاحبك، من خليلك، أنك تطلب واحد يشفع لك عند فلان، الدنيا متمكن، أما في الآخرة لا، تسكرت كل الأبواب، وليس لك إلا ما قدمت في دنياك تجده عند الله عز وجل. فهذا فيه الحث على الصدقة والعمل الصالح ما دام الإنسان على قيد الحياة، ولا يؤخر ثم يأتيه الموت وهو لم يفعل شيئا فينتقل إلى الآخرة وهو مفلس وقد سكرت الأبواب أمامه. فيا خيبة ويا خسارة المفرط، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال تعالى والكافرون هم الظالمون. الكافرون الذين كفروا بالرسل وكفروا بآيات الله عز وجل، والكفر هو الجحود، الكفر في الأصل هو الستر، هو ستر الشيء، يقال كفره إذا ستره، إذا ستره، ومنه تسمى الكفور التي هي الصنادق التي يسكنها الفقراء، يسمونها كفور، كفر كذا وكفر كذا، كما في بلاد مصر كفر الشيخ كفر كذا، يعني
الصنادق أو المحلات التي يستترون فيها من الحر والبرد والمطر. فالكفر في اللغة الستر، والمراد به شرعا، المراد به شرعا جحد نعمة الله عز وجل، جحد نعمة الله وسترها بالجحود، هذا هو الكفر. الكفر بالرسل، الكفر بالقرآن، الكفر بالنعمة. الكفر أنواع، وهو على نوعين: كفر أكبر يخرج من الملة، وكفر أصغر ينقص الإيمان. الكافرون هم الظالمون، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. فمن كفر بالله فقد ظلم نفسه، ظلم نفسه حيث عرضها لغضب الله وعقابه. فالكافر ظالم، الكافر ظالم، وليس كل ظالم كافر، لكن كل كافر فهو ظالم. كافرون هم الظالم، ولهذا لم يقل والظالمون هم الكافرون، بل قال والكافرون هم الظالمون. ولهذا يقول عطاء بن دينار رحمه الله: الحمد لله الذي قال والكافرون هم الظالمون، ولم يقل والظالمون هم الكافرون. والظلم أنواع، ثلاثة أنواع: ظلم بين العبد وبين ربه وهو الشرك، كما قال جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم. لماذا سمي الشرك ظلما؟ لأنه وضع للعبادة في غير موضعها، صار ظلم. والنوع الثاني ظلم العباد، أن يظلم الناس بأموالهم أو في دمائهم أو في أعراضهم، يظلم الناس، هذا ظلم للناس. والنوع الثالث ظلم العبد لنفسه بالمعاصي والذنوب، ظلمها، كان الواجب عليه أنه يكرم نفسه بالطاعات والأعمال الطيبة ويرفع نفسه من الدنايا، فإذا وضعها في الذنوب والسيئات ودنسها ودساها فقد ظلمها، ظلم نفسه والعياذ بالله. فالظلم ثلاثة أنواع، أشده ظلم الشرك، وهذا لا يغفره الله جل وعلا، إن الله لا يغفر أن يشرك به. الثاني ظلم العباد، وهذا لا يترك الله منه شيئا، لا بد من القصاص يوم القيامة. فحقوق العباد لا تسقط إلا بمسامحتهم أو بالقصاص يوم القيامة. حتى لو تبت ما يسقط عنك حق المخلوق، يسقط عنك الإثم بينك وبين الله، لكن حق المخلوق ما يسقط حتى تعطيه إياه أو هو يتسامح به. لا يترك الله من حقوق الناس شيئا. وأما النوع الثالث فهو تحت المشيئة، ظلم العبد لنفسه تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا. ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يفقهنا وإياكم في كتابه وفي سنة رسوله، نسأله سبحانه أن يعلمنا علما نافعا، وأن يرزقنا عملا صالحا، وأن يثبتنا وإياكم على الحق. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه. اللهم من أراد ديننا أو أراد أمننا واستقرارنا أو أراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه. آمين. واردد كيده في نحره. آمين. واجعل تدميره في تدبيره. آمين. إنك على كل شيء قدير. اللهم شتت شملهم وخالف بين كلمتهم. اللهم أضعف قوتهم. آمين. اللهم سلط بعضهم على بعض. آمين. واشغلهم بأنفسهم عن المسلمين. آمين. اللهم كف عنا، اللهم كف عنا طغيانهم وبغيهم وعدوانهم. آمين. اللهم اردد عنا شرهم. آمين. وكف عنا بأسهم. آمين. فأنت أشد بأسا. آمين. وأشد تنكيلا. آمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا. آمين.
آمين. اللهم اجعلهم هداة مهتدين، آمين. غير ضالين ولا مضلين، آمين. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك، آمين. واتبع رضاك يا رب العالمين، آمين. اللهم ولي علينا خيارنا، آمين. واكفنا شر شرارنا، آمين. ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذه الليلة، يقول السائل: هل كان آدم نبيا أم رسولا؟ آدم نبي عليه الصلاة والسلام، نبي مكلم، كلمه الله عز وجل، نعم. يقول: أشكل علينا تعريف النبي أنه لم يؤمر بتبليغ رسالته، فكيف أوحي إليه شرع وهو غير مأمور بتبليغ الرسالة، وما حكم من أنكر هذا التعريف مطلقا؟ الذي ينكره لم يفهمه، لو فهمه ما أنكره. نحن قلنا إن النبي ما يبعث بشريعة جديدة، وإنما يبعث بشريعة من قبله، فهو يبلغ شريعة من قبله، يبلغ شريعة من قبله من الرسل، نعم. يقول فضيلة الشيخ بارك الله فيكم: ظهر في الآونة الأخيرة على شاشات الفضائيات من يقال عنهم أنهم من أهل فقه وعلم، يقولون بأن آدم عليه السلام ليس أول الخلق من البشر، بل هناك بشر قبله، ولكن الله اصطفاه عليهم، وأن له أبا وأما، وأن حواء لم تخلق من ضلع آدم، فما رأيكم في ذلك؟ هذا كفر والعياذ بالله، هذا كفر وإلحاد، تكذيب لقول الله جل وعلا أن الله خلق آدم من تراب، خلقه بيده، خلقه من تراب، وليس له أب ولا أم، وأخبر أنه خلق آدم، خلق حواء منه، خلق منها زوجها، خلق منها زوجها، يعني خلق حواء من آدم. فالذي ينكر هذا يكون كافرا بالله عز وجل، مرتدا عن الإسلام، نعم. يقول: ما حكم من يقر ويؤمن بجميع الرسل لكنه لا يعمل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما بما أتى به موسى، وذلك في هذا العصر بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم؟ نسخت الشرائع، حتى قال صلى الله عليه وسلم: لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فالذي لا يؤمن بشريعة محمد ويبقى على دين اليهود أو دين النصارى هذا كافر بالله عز وجل. قل: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وذكر عن اليهود والنصارى أنهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة، يجدون محمد صلى الله عليه وسلم مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. أما من لم يؤمن به ولم يتبع النور الذي أنزل معه فهو كافر. قال صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار، نعم. يقول: هناك عرض في شركة الاتصالات لمدة سنة، المشترك يدفع 8,000 ريال ويأخذ أسبوعيا 1,500 ريال بما يسمونه شراء أسهم،
وإذا أردت نقودي أأخذها في أي وقت أريد، هل يجوز ذلك؟ هذا عمل باطل، هذا عمل باطل، وأكل لأموال الناس بالباطل، واحتيال ونصب، ينصبون على الناس، يتحيلون بالناس، وهذا عمل باطل وكسب خبيث، ولا يجوز التعامل بمثل هذا العمل. نعم. تقول السائلة بأنها امرأة متزوجة ولها زوج يسب الدين ويحلف بالطلاق، وهي تشعر بأنها تعيش معه وهي كارهة له بسبب سبه للدين، فهل يجوز أن تطلب الطلاق؟ هذا ما له طلاق، ما هي بزوجة له، ما دام أنه يسب الدين فهو مرتد، وبقاؤها عنده بقاء مع غير زوج، لأنه ليس زوجا لها. الله جل وعلا يقول فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم، ويقول ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، فهذا مرتد والعياذ بالله، وانخلعت منه زوجته، والواجب عليها أن تفارقه ولا تبقى عنده. نعم. يقول كيف نجمع بين التحدث بنعم الله والحساد الذين يتمنون زوال النعم عنا؟ كيف إيش؟ كيف نجمع بين التحدث بنعم الله والحساد الذين يتمنون زوال النعم عنا؟ ما علينا من الحساد، نحن نتحدث بنعمة الله شكرا لله. قال تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، والشكر ثلاثة أقسام، تحدث بها ظاهرا، والاعتراف بها باطنا، وصرفها في طاعة الله عز وجل، هذا شكر النعمة. فنحن ما علينا من الحساد، نحن نشكر الله ونذكر النعم التي أعطانا ونثني عليه بها. نعم. نريد من فضيلة الشيخ أن يوجه نصيحة للدعاة والمربين حول كيفية توجيه الشباب التوجيه السليم وإبعادهم عن الأفكار المنحرفة. الواجب على الدعاة والمدرسين أن يبينوا للناس دين الإسلام من خلال الكتاب والسنة وكتب السلف الصالح، يشرحون لهم العقيدة، عقيدة السلف الصالح، يشرحونها لهم ويبينونها لهم، ولا يقتصرون على مجرد الكلام العام أو الوعظ العام، لا، يبينون لهم، يدرسونهم تدريس، يدرسونهم أصول العقيدة ومسائل العقيدة ويبينونها لهم ويوضحونها لهم. أما الكلام العام والوعظ العام هذا يروح ولا يبقى له أثر. نعم. هل يجوز أن أصوم كل يوم سبت من كل شهر تنفيذا لوصية الرسول صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، لأن يوم السبت لدي إجازة وأستطيع الصيام فيه؟ لا بس لذلك تصوم ثلاثة أيام من كل شهر ولو منها يوم السبت، ما يخالف. نعم. هل المرأة الحائض تدخل المسعى وتجلس فيه، وهل هو من المسجد؟ المسعى ليس من المسجد، المسعى مشعر مستقل، مشعر مستقل، فلا بأس أن تدخله الحائض، ولا بأس أن تسعى وهي حائض، ما دامت أنها طافت قبل الحيض، طافت طواف النسك قبل الحيض، فإذا جاءها الحيض بعد الطواف فإنها تكمل تسعى، السعي لا يشترط له الطهارة. نعم. هل القيء ناقض للوضوء، وهل هو نجس، وماذا إذا وقع على الثوب؟ نعم، القيء نجس لأنه خارج من المعدة، وهو ينقض الوضوء مثل ما ينقضها إذا خرج من السبيل، لأنه خارج من المعدة، سواء خرج من الفم أو خرج من السبيل. نعم، وهو نجس يغسل. نعم. هل تجوز الصلاة بمسجد ولكن بداخله قبور، أي الصلاة في المسجد ولكن فوق قبور قديمة؟ ما يجوز الصلاة عند القبور، لا في الصحراء ولا في المساجد اللي فيها قبور، ما تصلي عند القبور لا في الصحراء ولا في داخل المساجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور، ونهى عن اتخاذ القبور مساجد، لأن هذا من وسائل الشرك. نعم. عندي معمل لخياطة الملابس وأتعامل مع الأجانب فقط،
وأشغل عددا منهم من العمال، فهل هذه الصناعة حلال ولا أتحمل أي معاصي، خاصة إنني أحضر لهم الملابس وجميع لوازم القياطة تأتي من عندهم؟ البيع والشراء مع الكفار جائز، البيع والشراء وخياطة الملابس وبيعها عليهم هذا من التعامل الدنيوي، ما في بأس إن شاء الله. نعم. ما حكم استعمال السبحة في التسبيح؟ استعمال الأصابع أفضل، استعمال الأصابع يديك أفضل من استعمال السبحة، سبح بأصابعك. نعم. هل يجوز بيع الماء؟ اي نعم، الماء إذا ملكته، إذا ملكت الماء في إنائك أو في قربتك أو في خزانك يجوز أن تبيعه لأنه صار ملكك، ولكن كونك تبذله مجانا وتسقي العطشان وتعطي المحتاج أفضل لك من البيع. نعم. ما حكم استعمال كريم الشعر؟ هل يجوز به الوضوء أم لا؟ ما في مانع، الدهون